لو بصور سيلفي انزل ايدي لتحت ولا اخليها في مستوى؟ لا، في مستوى العين. أوكي. بيبقى افضل حاجه كده. للسيلفي في مستوى العين. برضه زي ما قلنا، لو خصوصا لو احنا بنتكلم مع الناس مش صوره عاديه، فمش حلو ان انا اتكلم مع الناس وفي عظمه. ايوه يعني صح. اخراجيا صح. من فوق بتكلمهم من فوق. صح. فانا الحلو ان انا اتكلم مع الناس وانا في مستوى عينيهم، يتقبلوا مني الكلام. يعني عقليا هم يتقبلوا مني الكلام، او من فوق شويه. ده انا ما بحبوش قوي لان هيحصل شادو. يعني انا لو في شمس فوقيه، في اضاءه، خلاص الاضاءه مثلا عندي دي خلاص عملت شادو على وشي. صح. لو بصينا على الشاشه هتلاقوا خلاص وش. فانا لو عملت كده، صورت كده، خلاص بقى مفيش شادو. انا فوق شويه بس واخد بالي الاضاءه جايه منين. لو انا تحت كده همنع قصه الشادو دي تمام. حميدو، لا ال 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 اللمبه قدامي اتصور الناحيه الثانيه ولا اتصور في ظهرها ولا اتصور في وشها؟ يعني ايه واتس احسن حاجه لللايتنج؟ الاضاءه. ما هو برضه دي دراسه ثانيه خالص. يعني احنا عايزين نقول للناس احسن حاجه ان الاضاءه طبعا تبقى مش عامله شادو عليا في وشي. يعني تبقى كده، تبقى في وشي، ما تبقاش جايه من فوق عشان ما يبقاش الموضوع مرعب. اوكي. يعني الاضاءه ما تبقاش نازله على عينيا، مخليها زي ما بيقولوا مثلا اوحش وقت للتصوير الساعه 12 يا شيخ، او من الساعه 11 للساعه 1 اللي هو وقت الظهر، اللي هي الشمس فيه بتبقى عموديه. اوكي. لان الشادوهات كلها بتبقى لتحت، بتبقى عينيا عامله شادو هنا، مناخيري عامله شادو هنا، بقي شادو هنا، كل ده شادو. فكل ده بيبان مش حلو. فاحسن وقت للتصوير امتى؟ الاضاءه تبقى بكيرف شويه، فيبقى الموضوع شكله الطف، بدل ما الشادو نازل كده لا جاي كده او جاي كده على حسب وقت الاضاءه. اخبار الفلاتر معاك ايه؟ يعني ما بحبهاش. السبت اللي فات ما بحبهاش. بتحبش الفلاتر؟ بس بتخلي البنات شكلها حلو، وبتخلي الناس ومن غير ميك اب يا اخي. ده راحه. صح. تعمل كده وتبقى متكحل ومتظبط. يعني بروفيشنال. هو عموما لو صورنا في اضاءه، يعني معظم الناس دلوقتي بتجيب الرينج لايت. وميزه الاضاءه ايه؟ تخلي الصوره كلير اصلا. فانا بحط فلتر، فانا بقيت بخبي الحاجه الحلوه اللي انا عملتها. فايه لازمه الاضاءه؟ يعني انت ضد الفلتر جدا مع البروفيشنال؟ بصراحه طبعا. احنا كهواه يعني او ناس عاديه احنا نحب الفلتر، لان هو مش هيخلينا. دي اللي اتصورناها. شايفه صورتنا عامله ازاي؟ الفلتر يغنيني عن السيتنجز اللي انت، او التظبيطات اللي عاملها في الاضاءه اللي بتقول عليها. لا، لو في حد بتاع اضاءه فاهم كويس طبعا، عارف يوجه اضاءه ازاي، هو يقدر يصغر ملامح الوش ويقدر يكبرها ويقدر يتحكم في كل ده مع بعض الايديتنج طبعا، او البوست برودكشن اللي احنا بنسميه بعد كده، ان احنا بنعمل ايديتنج على الصوره او على الفيديو، ده بيظبط طبعا. بس الافكت او الفلتر بيغير معاني كتير. باجي اشوف الشخص على الحقيقه بلاقي شخص تاني. انا بحس كده على فكره، يعني بحس ان الناس لما بتقعد تحط فلترات ملامح ما بتبقاش هي خالص. هي ممكن انت واضح انت بتستخدمي فلتر الميك اب. لا انا ولا بده ولا ده اصلا. يعني لا بيبان. يعني ببقى نفسي طبعا في الفلتر جدا. يعني هو بس انا بعد الدرس النهارده ده انا هبدا بقى. هتبداي؟ انا هبدا. بس السؤال بقى، هو الفلاتر دي او الفلترز المختلفه دي، هل دي ممكن تبقى زي ما انت بتقول تغير الملامح تماما، ولا بس تحسن التكستشر؟ يعني تحسن الملمس، الملامح بتاعه الوش تخليها مش قويه؟ ده اوريدي بيحصل مع الاضاءه. يعني احنا لو اتصورنا صوره زي اللي اتصورناها دي في مكان ما فيهوش اضاءه، هتلاقي الصوره فيها نويز كتير ومش حلوه، وباين فيها تفاصيل كتير وحشه. بس اوريدي مجرد ما في اضاءه خلاص التفاصيل الصوره الحلوه باينه. ده اللي يهمني. مجرد ما حطيت فلتر خلاص انا لعبت في ملامح الوش نفسه، صغرت المناخير، رسمت الحواجب، صغرت الوش. كل ده بالاضاءه؟ لا، ده بالفلاتر. بالفلاتر ده اللي انا ضده. ده اللي انا مش بحبه. انا بحب الطبيعي، لان هو البني ادم عموما شكله حلو. يعني ايا كان فيه كل حد فيه ديفو، كل واحد شايف الديفو بتاعه هو بس. يعني انا مثلا من ضمن المواقف مثلا اللي بتقابلني مع هي حد لذيذ قوي، انا بحب انزل اشتغل معاها دايما، ان هي بتشوف التصوير بيعجبها جدا، فهي تقول لي ايه، الله يا حميد التصوير حلو قوي، يلا بينا نعيده. التصوير حلو. طب هو حلو ولا مش حلو؟ عشان هي شايفه ديفو فيها هي محدش تاني شايفه غيرها. مناخيري فيها عوجه. ايوه صح. عيني اليمين اصغر من الشمال. هي في الاول في الاخر حاجات بسيطه. في الاول في الاخر لقطه في ثانيه، ما هي مش باين، بس هي شايفه اللقطه دي. فده دايما بتبقى طبعا بترجع لارتياح البني ادم للحاجه دي.
فانا برضه خلي بالك الفرق ما بين مصور ومصور، يعني في ناس كتيره جدا بتصورنا في مناسبات، لكن في مصورين ببقى ضامنه ان صورتهم تطلع حلوه. اشمعنى ايه بقى؟ صح صح هقول لك بقى الفكره. انا اتعلمت ده اكتر في ايه، في خلال الحفلات والايفنتس اللي انا بحضرها وبصورها. ازاي؟ انا مهمتي في الايفنت ان انا ببقى رايح اون سيت. اون سيت ده المفروض ان انا اصور، الف مع كل الكاميرات الكفرج، اصور وامنتج واسلم في نفس اليوم. طيب فتعلمت ايه من الناس اللي انا بشتغل جنبهم؟ ناس ما شاء الله، يعني انا وقفت جنب مصورين بيصوروا فنانين كبار جدا. فده علمني كتير في ايه؟ الشخص اللي داخل عليا 90% وخايف من الكاميرا. فانا ازاي امتص ده؟ مجرد ما اشاور له، مجرد ما اضحك له، مجرد ما اديله رياكشن بتفرق. بريك ذا ايس، احسسه ان هو اعمل بوز انا معاك. مش الكاميرا اللي شايفاك، انا اللي شايفاك. فهو يبدا يرتاح، فهي شاور لي. هتلاقوا دايما حتى في معظم شغلي الحمد لله متميز في الحته دي، اللي هو ما فيش كادر الشخص محطوط في الكاميرا ما بيدينيش رياكشن. الحمد لله. طب بقول لك يلا يلا بقى اشتغل بقى شويه كده. ايه اقف ولا اقعد ولا اعمل ايه؟ لا زي ما احنا عادي. تعال شافوني توقفي. عشان حسام لو وقف الدنيا باظت. خلي بالك احنا مثلا في صوره سيلفي زي دي، انا عشان اصور بالطول كده فانا نص وشي متاكل. فانا عندي حاله من اتنين، يا اما انا اطلع قدام شويه عشان اقدر اخليكوا مع بعض في الكادر في حته صغيره وانا ابقى شكلي كامل. اوكي. يا اما ارجع ورا عشان طبعا اقربكوا ليا اكتر. ارجع. ايوه. وانا ابقى كامل وانتوا تبقوا ايه؟ طب المهم احنا قاعدين صح؟ بس انت انا قاعده مش عارفه اخليك. احنا هنجرب كل الزوايا اهو. ودايما يا حمد كده. ايه ده؟ اوكي. ده قديمه قوي يعني. خلاص احنا قاعده عادي يعني. احنا خدنا القريب. اهم حاجه تفردي ظهرك. وناخد بقى المين بتاعنا اللي هو السيلفي اصلا. احنا فكره السيلفي ان احنا بنصور فيرتيكال. اوكي. ده الفيرتيكال اللي هي التطويريه. الطويل. حلو قوي السؤال ده. الصوره اللي ب ب ب يعني هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ يعني اعمل التليفون كده ولا كده؟ هنزلها فين؟ حسب الابلكيشن. هنزلها فين؟ انستجرام هتنزليها ستوري؟ يعني انا دي مثلا بقى ما انا عارفه انا دي مثلا هنزلها فيسبوك. يعني عايز اعرف ده الايه وده الايه. ما بقول لك دي مثلا هنزلها فيسبوك، دي انا هعرضها على الشاشه مثلا دلوقتي. اوكي.